السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من الكرة في أسبوع. بتجدد بنا وبكم اللقاء كل جمعة في تمام الساعة 6 مساء على قناة التميز، قناة الصحة والجمال. بنتكلم مع بعض عن كل أحوال الساحرة المستديرة. بنتكلم النهاردة طبعا كالمعتاد عن الكرة المصرية والدوري العام المصري، طبعا هنتكلم على الجولة ال15، هنتكلم أيضا على حظوظ نادي الأهلي في مسيرته الإفريقية. طبعا عارفين أن غدا مباراة صعبة جدا للنادي الأهلي أمام الهلال السوداني، هنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. نادي الزمالك بنبارك له أنه صعد وأنهى مهمته للصعود، والمباراة غدا تحصيل حاصل، ولكن فرقة الزمالك فريق كبير، ما فيش حاجة اسمها تحصيل حاصل، ولكن لازم يفوز من أجل التقدم في الجدول ويبقى الشكل العام لفرق مصر كويس. طيب هنتكلم إيه كمان النهاردة في حلقتنا؟ هندخل طبعا على الثلاث مجموعات في الممتاز به، هنتكلم مع بعض على مجموعة الصعيد، مجموعة القاهرة، مجموعة بحري، هنشوف الدنيا ماشية ازاي، لعبة الكراسي الموسيقية في الممتاز به، كل جولة بنلاقي فيه فرقة فوق وفرقة تحت، ودي حلاوة كرة القدم خاصة في الممتاز به. هيكون معانا نبذة بسيطة كده عن القسم الثالث، وهيكون معانا النهاردة مجموعة اسكندرية، لأن المجموعة دي قوية جدا، يمكن الكراسي الموسيقية بتلعب فيها دور كبير جدا، ثلاث فرق في المقدمة والكل بيزحف خلفهم. في فقرتنا الأخيرة هنتكلم وندردش على منتخب كرة القدم للأنسات، منتخب مصر تحت 20 عام. طبعا زي ما انتم عارفين المنتخب مصر كان بيلعب مباراة منذ أيام أمام المنتخب المغربي، طبعا للأسف نال الهزيمة ب5 أهداف مقابل 3. البعثة سافرت بيستعدوا من المباراة يوم الأحد القادم إن شاء الله أمام المغرب في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم للشابات. هنتكلم ايضا النهارده معانا 3 تقارير هنعرضهم مع بعض باذن الله. في تقرير جابه لنا زميلتنا جابته لنا ياسمين من اكاديميه المقاولين العرب بمحافظه البحيره، دي اكاديميه رسميه معتمده من نادي المقاولين العرب، وهيكون في تقرير من الاسكندريه في نادي السكه الحديد قطاع الناشئين، كانت في مباراه قويه جدا امس جمعت بين السكه الحديد السكندري مواليد 2000 وفريق ابو قير الاسمده. فريق سكه حديد ماشيه كويس، بتلعب مع فرق كبيره جدا في اسكندريه، امبارح ما كانش فيه التوفيق، استطاع ابو قير انه يتغلب على سكه حديد ب3 اهداف نظيفه، ولكن اللاعبين لسه راجعين من اجازه الامتحانات. ده مش مبرر، ولكن على الجميع ان شاء الله ربنا هيوفق، يوفق الكابتن شيكا المدير الفني للفرقه، وهنتكلم مع بعض بالتفصيل عن المباراه. قدوه وقاده، دي صفحه موجودة في محافظة البحيرة وتحديدا في مدينة كفر الدوار. الصفحة دي اتولدت ناجحة بالفعل، لأن في أقل من عام ما شاء الله، يعني أنا مش متذكر كمان العدد، العدد رهيب جدا المتابعين للصفحة، عملوا حاجة جميلة هذا الموسم. قالوا إحنا عايزين نشوف القيادات والشخصيات اللي بتخدم البلد، تحفيز للناس إنها تشتغل. كان في مسابقات لجميع المواهب وجميع المهن وجميع الفئات. قدوة وقادة، يمكن مجموعة جميلة من الشباب والأساتذة والدكاترة اللي فيها. يمكن احنا هنعرض بعد لحظات في كده تقرير جاي لنا من قدوة وقادة، كان في تكريم لينا والبرنامجنا، تكريم من قبل قدوة وقادة. طبعا بنشكر الأستاذ عبد الحميد الحناوي والأستاذة أمل محمد والدكتور محمد الحديني والدكتورة أميرة فيالة وأيضا الدكتور محمد فضل، وما ننساش الأستاذة رشا منصور والأستاذ سامح ومحمد حبشي والأستاذة نهى مرزوق وأحمد غريب. الناس دي على فكرة هم دول المسؤولين عن الصفحة، باذلين جهد قوي جدا. الأستاذة هدى والأستاذ نجاح وإرني مجدي وأحمد فتحي العسكري، كان لازم نقول أسمائهم، دول كرمونا وإحنا كان لازم نكرمهم، أقل شيء تكريم ليهم احنا بنتكلم وبنذكر اسمائهم، لان الناس دي تعبانه جدا وبتبذل مجهود، بيشوفوا مين اللي شغال بنبرز شغله عشان يعني يبقى في غيره بقى، الناس كلها اللي كسلان اللي نايم يطلع يشتغل كلنا في حب بلدنا مصر. التقرير اعتقد جاهز يا جماعه، التقرير بتاع قدوه وقاده تمام، هنطلع نشوف التكريم مع بعض ونرجع لكم مره تانية.
انا احب ان اشكر كل القائمين عن صفحه قدوه وقاده كفر الدوار. فعلا الصفحه ديت قبل ما تتولد، قبل ما تبقى موجوده على الساحه، هي نجحت بالفعل، لانها فعلا ابرزت كل الشخصيات الخدميه في مدينه كفر الدوار خصوصا، وعن مستوى محافظه البحيره. بشكر كل القائمين، يمكن ما شاء الله مجموعه متميزه جدا من الشباب من الجنسين، ناس محترمة، الصدق هو عنوانهم، قدوة وقادة كفر الدوار. أنا سعيد جدا إن أنا موجود معهم. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتي الدنيا. ربنا يخليكي. عايزين نعرف أنت إزاي تعرفتوا وعرفتوا الشخصيات واخترتوا كابتن محمد صلاح من الإعلاميين؟ بصي، احنا الاول عملنا بوست بسيط كده على الصفحة وقلنا عايزين نرشح افضل الشخصيات اللي موجودة على الساحة في كفر الدوار، فالناس هي اللي رشحت الاسماء. بالتالي احنا بدأنا بقى شغلنا، صنفنا الاسماء دي خدمي نساء، خدمي رجال، رياضي، اعلاميين، صنفناهم حسب نوع المسابقة. بعد كده سيبنا التصويت بقى ياخد مجراه، والحمد لله يعني كرمنا الكل، ودي كنا قصدينها، لان كنا حاسين ان احنا عايزين نعمل حاجه نلقي الضوء على النماذج المشرفه اللي موجوده في كفر الدوار، وفي نفس الوقت نبث روح المنافسه للنماذج التانيه، بحيث انها ننشر الايجابيات اللي موجوده والنماذج دي ونسلط عليها الضوء. ودي حاجة بسيطة جدا، الدرع ده تكريم وحاجة بسيطة مننا للنماذج دي. طبعا الصفحة اتشارك جدا، تحبي تقولي ايه؟ والله احنا اصلا بنعمل على ان الصفحة يكون ليها مصداقية ويكون ليها اهداف، هي ليها اهداف ومبادئ احنا ماشيين عليها. طبعا الحمد لله صدى المسابقة كان ليها صدى جامد، وده هو ده كان هدفنا. شكرا لك يا استاذه نهى مرزوق، مسؤوليه التطوير الرقمي في محافظه البحيره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. تحبي تقولي ايه لصفحه قدوه وقاده؟ شهر طبعا، واخترت كابتن محمد صلاح من ابرز الشخصيات في كفر الدوار. كابتن محمد صلاح من افضل شخصيات كفر الدوار كاعلامي. احنا يعني فخورين جدا ان احنا من كفر الدوار بيطلع نماذج محترمه، واحنا في مزيد من ان احنا نشوف ناس اكتر واكتر واكتر نفتخر بيهم في كفر الدوار ونتشرف بيهم وبس. تحبي تقولي للكابتن محمد صلاح؟ احب اقول له احنا عايزين مزيد من التعاون، ومزيد ان هو يعني يفضل دايما كفر الدوار دي دايما فخورة بيه، ومزيد من التقدم في المجال الاعلامي ومجال اعلام الكورة او كده. ورجعنا لكم بعد ما تابعنا مع بعض التكريم. التكريم ما كانش ليا انا لوحدي، التكريم كان لكل العاملين، سواء بالاستوديو، سواء بالقناه، سواء المراسلين اللي معانا. احنا بنجتهد، عندنا رساله بنقدمها، احنا مش طالعين نقول احنا اعلاميين. انتوا عارفين الاعلام الرياضي يا جماعه ما بتبقاش خريج اعلام عشان تبقى اعلامي رياضي. الكل انتوا عارفين لعيبه الكوره، الكل ما شاء الله، الكل عنده كاريزما، عايز يقدر يتكلم، عايز يوصل رساله، بيطلع يقول. عشان بس في لغط كده في الايام الاخيره، الناس بتقول الاعلاميين هم فين، الناس كلها طالعه في التلفزيونات القنوات. فانا عايز اقول لهم يا جماعه، عندك رساله اطلع قول طالما عندك هدف، ما عندكش لا اقعد ملهاش لازمه. بنشكركم، بنشكر قدوه وقاده، تكريم جميل، واحنا بنشكركم مره ثانيه. طيب احنا هنخش مع بعض على الدوري المصري عشان نتكلم مع بعض في الجولة الـ15. طبعا انتوا عارفين ان الجولة الـ15 انتهت امس، كان ديربي اسكندرية الاتحاد وسموحة، المباراة انتهت 1-1. طبعا كانت البداية بقى بالمقاولين العرب وطنطا، استطاع نادي المقاولين اتغلب على طنطا بهدفين دون رد. حرس الحدود واسوان كانت مفاجأة في اسكندرية، اسوان بيستطيع أن يتغلب على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف. مصر المقاصة وطلائع الجيش 1-1. وادي دجلة والزمالك مفاجأة تانية، احنا شفنا الكابتن رضا عبد العال كان معانا الحلقة الماضية،
اتكلم وقال وما خافش وقال يا جماعة يا سيادة المستشار وفر فلوسك وروح الراجل ده، يعني بلاش حرق الدم. انا كأهلاوي او انا كزملكاوي احنا زعلانين، لان احنا بنحب الاهلي الزمالك كل الانديه يكون في قوه في المنافسه، انما الراجل فشل في الاهلي، الراجل ما اداش حاجه، الراجل اتكرش من النادي الاهلي. خلينا صراحه، سيبك بقى من الطبطبه، مشى من النادي الاهلي، بقى رديف النادي الاهلي. ما ينفعش الزمالك الكبير اللي هو زي النادي الاهلي ياخد الرديف. للاسف الراجل ما بيقدمش حاجه لنادي الزمالك، احنا زعلانين. بقى فرق 15 بونت او اكتر ولسه في الدور الاول، حاجه صعبه خالص لنادي الزمالك. قالها رضا عبد العال، مشوا الراجل وخلوا سامي الشيشيني. بصوا يا جماعه، اتعادل مع مين؟ مع فريق محترم اسمه وادي دجله. وادي دجله كان بيسارع الهبوط. نادي الزمالك في الشوط الثاني للاسف كان ممكن يمنى مرماه باربع خمس اهداف. طيب ربنا يسترها بقى في الايام اللي جايه ونشوف الدنيا تمشي ازاي في الزمالك. طبعا نادي المصري ونادي الجونه، المباراه اللي اطاحت بايهاب جلال، الجونه استطاع ان يتغلب على نادي المصري بهدفين لهدف. نادي اف سي مصر وبيراميدز كانت مفاجاه برضو، تقدم اف سي مصر ولكن عاد بيراميدز مره تانية. بيراميدز اللي احنا بنقول يا رب يرجع لنا تاني عشان يبقى فيه قوه في الدوري، استطاع ان يتغلب بهدفين لهدف. نادي الاسماعيلي العوده الجميله من بدايه البطوله العربيه والمباراه القويه امام نادي الاتحاد والجماهير الجميله والقوة في الدوري. شفنا نادي الإسماعيلي بيؤكد بجدارة أن هو راجع بقوة، استطاع أن يتغلب على الإنتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدفين. طيب المباراة بتاعت امبارح الاتحاد وسموحة 1-1 زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض، كان ديربي اسكندراني، أهداف غريبة دخلت كده بالنيران الصديقة امبارح. كان ممكن نقول الاتحاد يقدر يتغلب على سموحة أمس ويسبق بقى الزمالك بثلاثة بونت، ولكن هو برضه سابق الزمالك. انتوا عارفين لسه الزمالك فاضل له مباراه مؤجله، نادي الاهلي فاضل له مباراه مؤجله، ولكن حلاوه الدوري ان انت بتبص تلاقي مقاولين زمالك بيراميدز اتحاد، وده هنقوله مع بعض في الترتيب. طبعا مباراه الاهلي وانبي اتاجلت ليوم 22 مارس. طبعا انتوا عارفين النادي الاهلي مهمه صعبه غدا هنتكلم عليها بعد لحظات. هنتكلم على الترتيب، في مداخله ولا جاهزه يا جماعه ولا لسه؟ طيب الكابتن احمد عبد الدايم، الو ألو كابتن أحمد عبد الدايم رئيس قطاع الناشئين بنادي النصر الجمهوري، منور يا كابتن أحمد. ازيك يا كابتن محمد، ازي حضرتك يا إعلامي يا ناجح، ربنا يوفقك يا رب يا حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن أحمد، ربنا يخليك. الناس اللي بتجتهد بجد، يعني لأن الإعلام كل واحد يقدر يعمل قناة بيعمل قناة وبيعمل فيها اللي هو عايزه، إنما أنت وراك رسالة قوية هدافة فبتطلع حاجه جميله للناس وبتجتهد، وربنا يكرمك على قد اللي انت بتعمله يا كابتن. ربنا يخليك، شهاده من انسان محترم. ربنا يخليك كابتن احمد. خلينا بقى ندخل مع بعض على طول. كابتن احمد عبد الدايم رئيس قطاع نادي النصر الجمهوري السكندري، فريق جديد ولكن كل ناس محترمه، لاعبين محترمين. انا عارف ان في معسكر غدا لمدينه بورسعيد، كلمنا كده في عجاله كابتن، المعسكر ده كام يوم وهتعملوا ايه بالظبط؟ ان شاء الله هو المعسكر يومين، رايحين نلعبوا النادي المصري البورسعيدي، هنلعبوا مواليد 2004 و2005، ملعب كبير، وبعد كده قطاع البراعم كله هنبتدي بكره الساعه 4 قطاع البراعم لغايه الساعه 7 البراعم، ويوم الاحد ان شاء الله الساعه 1 لقاء مواليد 2004، وبعد منه بساعه ونص طبعا هنلعبوا لقاء مواليد 2005. كابتن احمد، اكيد اكيد يا كابتن، التجارب والاحتكاك مع الفرق الكبيره، اكيد انت لك وجهه نظر تسويقيه لعيبتك، لان انت مش عاوز تستحوذ على اللعيبه يبقوا عندك في الفرقه سنه النهارده والسنه اللي بعديها، انت عاوز تشوف لعيبتك تروح في الانديه الكبيره. كنت موجود من كام يوم في النادي الاهلي والانتاج الحربي، يعني شيء جميل كابتن احمد. تمام، بص يا كابتن، احنا هنا في اسكندريه نص او 75% من الفرق كلها اولادي لعبتي، يعني انا امبارح كان عندي ماتش في مع ابو قير الاسمده، مش عايز اقول لحضرتك 2001 كلهم جم يسلموا عليا، كلهم ولادي كانوا عندي في النصر الجمهوري، النهارده متصاعدين فريق اول في ابو قير الاسمده، عندي الفرق وعندي اولمبي، عندي الاتحاد، عندي مواليد 2007 و8 سموحه، 2007 و8 و9 في الحرس، احنا ده دور النصر الجمهوري دايما بيولاد للناشئين المميزين، وللاسف يعني ما بيكملوش عندنا عشان بيروحوا اماكن ثانيه، تبتدي انت من جديد.
تبتدي تطلع بجيل جديد تاني، والحمد لله ده دورنا وربنا يقدرنا على كده. يا كابتن، بتيجي تشوف بنفسك كابتن احمد، ده شيء جميل، احنا سعداء واسعدتنا مداخلتك، لان انت فعلا راجل محترم. انت النهارده بتلعب بشويه لعيبه المتميز، بتوديه المصري، بتوديه الاهلي، بتوديه الانتاج، وده شيء جميل. بشكرك كابتن احمد، وان شاء الله تكون معانا الحلقه القادمه او اللي بعديها باذن الله بعد ما ترجع من المعسكر. شكرا كابتن احمد عبد الدايم، رئيس قطاع الناشئين بنادي النصر الجمهوري السكندري، وربنا يوفقهم في المعسكر ان شاء الله. ندخل مع بعض بقى على الترتيب على طول كده، ترتيب الدوري. طبعا المارد الاحمر بيغرد منفردا في الصداره كالمعتاد، يمكن النادي الاهلي عنده 36 نقطه، وطبعا زي ما انتم عارفين قدامه اكتر من 3 مباريات مؤجله، منهم مباراه مع نادي الزمالك. نادي المقاولين العرب 32، الوصافه متمسك بالوصافه، وده الشيء الجميل هذا الموسم في الدوري، ان احنا مش شايفين اهلي وزمالك بس، احنا شايفين نادي المقاولين العرب داخل بقوه في الدوري. ايضا نادي بيراميدز بيرجع مره ثانيه الى المنافسه والدخول بقوه، عنده 26 نقطه، في فرق كبير بينه وبين الاول، ولكن اهو في المركز الثالث. الاتحاد السكندري 26 نقطه في المركز الرابع، الزمالك كنا بنتكلم مع بعض في المركز الخامس وعنده 25 نقطه، لسه في مباريات كتير ولسه في لعبه الكراسي الموسيقيه. الانتاج الحربي 21 نقطه، الاسماعيلي 21، نادي سموحة 20، نادي انبي 20 نقطة. هيجي بقى بعد نادي انبي في المركز العاشر حرس الحدود 18 نقطة، طبعا هو في منطقة دافئة ولكن لسه بدري. المصري البورسعيدي موقف صعب في المركز ال 11 16 نقطة، نادي الجونة 15 نقطة، وادي دجلة 14، طنطا بقيادة الكابتن أيمن مزين الصاعد الوافد الجديد للدوري أو العائد إلى الدوري، عنده 13 نقطة في المركز ال 14. هنيجي بقى من مركز ال 15 حتى ال 18، هتلاقي مصر المقصه 12، طلائع الجيش 12، اسوان 12، نادي اف سي مصر 11 نقطه. بنتمنى التوفيق للجميع. طبعا الجدول لسه فيه كتير، لسه بدري، لسه ما انتهيناش من الدور الاول. ان شاء الله بنتمنى يكون الدوري قوي، واتمنى اكرر مره ثانيه يا جماعه بعد اذنكم، الجمهور احنا شفنا مع بعض مباراه نادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد، فرقتين من مصر، والمباراه كانت في البطوله العربيه، شفتوا الجمهورين بيستقبلوا بعض ازاي. المعلق الخليجي كان يعني الواحد بيستمتع بيه، الراجل فرحان بينا، احنا ليه مش عارفين نفرح بنفسنا يا جماعه؟ يعني نحاول نقنن الموضوع. الموضوع امني، ولكن 5000 يعني، دخل لي 5000 بس، انا عايز اشوف شويه جماهير كده تشجع النادي الاهلي، تشجع الزمالك، عايز احس بروح الملعب، لان زي ما احنا شايفين بنتفرج على بطوله عربيه بنستمتع، وفرقة مصرية وبنرجع نشوفهم هم الفرقتين مع بعض في الدوري المصري كأننا في ميتم. ربنا يسترها. سريعا كده قبل ما نستقبل ضيفنا، ندخل على طبعا الجولة ال 16 ان شاء الله هتبدأ يوم الاثنين في بداية فبراير 3/2، هيكون أسوان والإسماعيلي ان شاء الله الساعة 2:30، والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري الساعة 5، وإنبي والمقاولين الساعة 5، وختام اليوم هيكون بين سموحة ومصر المقاصة في 7:30 مساء. بنستكمل الجولة ال 16 هتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، الجونة وادي دجلة الساعة 5، طلائع الجيش وإف سي مصر 7:30. يوم الأربع مباراة واحدة فقط، نادي الزمالك وحرس الحدود، مباراة قوية جدا، الفرقتين هنقول جراحين، حرس الحدود لسه طالع من هزيمة والزمالك تعادل بطعم الهزيمة. بنختتم الجولة 16 يوم الخميس بمباراتين، المصري وطنطا، مباراة صعبة جدا، الفرقتين محتاجين الثلاث نقاط، دي هتكون الساعة 5، وديربي اخر والمباراه اللي بينتظرها الجميع بيراميدز والاهلي الساعه 7:30. الكل بيقول بيراميدز مش زي السنه اللي فاتت، هل هذا الموسم بقى الاهلي هيتفوق ولا بيراميدز هيتفوق؟ ده اللي هنشوفوه ان شاء الله مع صفيره الحكم يوم الخميس ان شاء الله الساعه 7:30. بنتمنى يكون لقاء قوي ان شاء الله. طبعا دي كانت فقره الدوري الممتاز. طبعا قبل ما نتكلم مع بعض على افريقيا، طبعا هنتكلم على افريقيا وهيكون معانا ضيفنا الجميل اللاعب رضا نصر، لاعب نادي السكه الحديد مواليد 2000. هنطلع لفاصل، او بمعنى اصح كده الفاصل هنطلع منه لتقرير الاكاديميه بتاعه المقاولين العرب اللي موجوده اتكلمنا عنها في البحيره، نشوف مع بعض التقرير ونستقبل ضيفنا رضا نصر.
داخل اكاديميه المقاولين العرب، ومعانا كابتن نبيل سلطان. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. تحب تقول ايه من داخل الاكاديميه؟ اولا الاكاديميه دي حي بسم الله ما شاء الله على مستوى البحيره باكملها، وانا مسؤول على اكاديميه المقاولين يعني ماشي. والنهارده يوم بسم الله ما شاء الله اهوت لجميع المواهب، وبنبص الحمد لله معانا لعيبه كتير، وسوقنا اكتر من 20 لاعب لجميع الانديه. اللعيبه اللي موجوده هنا انا بنقول لعيبه اجمادهم وجهادهم ماشي بسبيل كله يتسوق لجميع الانديه. شكرا لك يا كابتن. عفوا حبيبي. عفوا سلام. مع الكابتن اسلام حسن. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. تحب تقول ايه للاكاديميه؟ بقول ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع، وكفر الدوار عندنا هنا طول عمرها ولاده بالنجوم. عندنا لعيبه ياما في الدوري الممتاز، كابتن اسلام فؤاد عندنا، وعندنا الكابتن محمد جابر، وعندنا الكابتن الكبير حسن شحاته. اللعيبه بنمرنهم احنا ان شاء الله، لسه هنبدا اول الشهر الجمعه اللي جايه، وبنشتغل عندنا مواليد بديل من 6 سنوات ل 20 سنه. هي فتره التدريب بتبقى كام ساعه؟ 3 ساعات. شكرا لك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن. شكرا شكرا. من داخل اكاديميه المقاولين العرب الرسميه، ومعانا الكابتن محمد يوسف. اهلا بيك يا كابتن. تحب تقول ايه للاكاديميه؟ طبعا ديت فرصه كويسه ان شاء الله باذن الله نستغلوها على قد ما نقدر. احنا عندنا مواهب كويسه قوي هنا، ان شاء الله باذن الله نطلعوها ونادي المقاولين يستفاد منها، وخطوه كويسه يعني للناس اللي هنا، والناس اللي هنا برضو في خامات كويسه جدا. تحب تقول ايه لاولياء الامور؟ طبعا يجوا يتفرجوا طبعا على المجهود اللي هيتبذل مع اللعيبه ديت، ونخبه من المدربين كويسين جدا طبعا، معايا الكابتن اسلام حسن وكابتن ايهاب فكري طبعا، ديت لعيبه كانوا بيلعبوا في انديه الدوري الممتاز الكروم والاتحاد وسموحه، وان شاء الله باذن الله عاملين شغل كويس قوي يعني. بتتعاملوا ازاي مع اللعيبه الموجوده هنا؟ والله احنا بنتعاملهم على انهم اولادنا كلهم يعني انا ابني بيلعب موجود معاهم، وابن كابتن ايهاب موجود معاهم، فبنتعاملوا معاهم ان احنا بنعلموهم ازاي استلام بالكوره، وازاي يمشوا، وازاي الباظه، وناشئين يعني. شكرا لك يا كابتن. شكرا. شكرا. اكاديميه المقاولين العرب الرسميه بمحافظه البحيره، بنشكرهم، بنشكر المراسلين، بنشكر محسن عوض المصور الخارجي. الناس دي بتتعب، بتسافر، بتلف البلاد عشان تجيب لنا التقارير، بنشكرهم، وبنشكر ايضا المسؤولين عن اكاديميه المقاولين العرب. معانا ضيف جميل، شاب من شباب نادي السكه الحديد السكندري، اللاعب رضا نصر، مواليد 2000. اهلا بك يا رضا. اهلا بك يا كابتن. اهلا بالساده المشاهدين. منور الدنيا يا رضا. حبيبي يا كابتن. رضا، انت موجود في نادي السكه الحديد بقالك كام موسم؟ والله هو ده اول موسم ليا، تمام، واللي كان موديني كابتن شاهين. كابتن شاهين. والله هو اخويا طبعا الكبير، تعرفت عليه في المنتصر، كان بيلعب معايا فريق اول والله، ودوسنا مع بعض موسم كامل يعني. جميل. كان هو كابتن الفريق. انت بقالك موسم في نادي السكه الحديد؟ ايوه كابتن. موسم. طيب شايف نادي السكه الحديد هيبقى محطه قويه ليك انك تنتقل لفرقه كبيره ان شاء الله؟ طبعا يا كابتن، انا حياتي كلها محطات. اولا يعني انا لما بدايتي كانت مع كابتن خالد النقيب في البنك الاهلي، بس الله يرحمه يعني، كان اول بدايه ليا، تمام. بعد كده لعبت في المنتصر، كنت بلعب فيه 2000، بعد كده صعدت فريق اول مع كابتن شاهين، كان طبعا هو كابتن الفريق. بعد كده بقى قعدت فتره في ابو قير بس ما ارتحتش، مع كابتن دكتور عبد الله، تمام. بعد كده انت لفيت بقى. لفيت والله في انديه اسكندريه. وحاليا في السكه الحديد. حاليا في السكه الحديد. مرتاح في السكه الحديد يا رضا؟ هو طبعا اكيد طبعا، لان هو نادي كبير وطبعا ليه اسم وعريق، فهي المنظومه يعني ان شاء الله هتكون كويسه اكيد طبعا، ودي زي ما قلت لحضرتك ان دي محطه يعني. اكيد اكيد محطه، وطبعا سكه الحديد القطار ماشي، تقف في محطه بقى كويسه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب رضا، تيجي ندردش مع بعض كده، مع بعض في سيناريو الحلقه، ونرجع لك تاني عن طموحاتك ونتكلم مع بعض ان شاء الله. طبعا احنا داخلين مع بعض على الفقره الافريقيه، طبعا زي ما انت عارف ان غدا ختام الجولات في المجموعات في افريقيا، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه طبعا. طبعا اللي الزمالك حسم الموقع. طبعا، بس خلي بالك كابتن ان برضو يعني زيسكو واول اغسطس 3 نقط، ولسه في ماتشين، فلو كسب ماتشين منهم اي فرقه هتبقى 9 نقط، تمام. والزمالك كمان بيدور على الترتيب عشان طبعا الدخول في طبعا النقطه مهمه يا كابتن. طبعا طبعا الزمالك هيلاعب اول اغسطس، هيبقى الساعه 5 المباراه، ومازيمبي وزيسكو الساعه 5 في توقيت واحد. الترتيب بس مازيمبي. خلي بالك بس يا كابتن ان الزمالك واول اغسطس ماتش صعب برده، لان هيتلعب في انجولا، وانت حضرتك عارف ان
الاجواء هناك هتكون صعبه جدا بتختلف. يعني الاجواء بتختلف، مازن ب 11 نقطه، الزمالك 8، زيسكو 3، اول اغسطس 3. مش هنتكلم كتير على هذه المجموعه لان طبعا اتحسمت خلاص، محسومه اتحسمت خلاص بنسبه 20%. طيب المباراه بقى اللي هتكون مرتقبه في 9 مساء غدا، طبعا مباراه الاهلي والهلال السوداني في السودان، طبعا صعبة. طبعا طبعا، لان طبعا لسه النتائج لسه ما اتحسمتش، وشبه ثلاث فرق بينافسوا. عايز اقول لك على حاجه بقى. ده انا عايز اقول لك على حاجه، ده الزمالك صعد وهو في المركز الثاني، الاهلي متصدر مجموعته وما صعدش للاسف، لان يعني طبعا مجموعه صعبه. طبعا الثلاث فرق بينافسوا بمنافسه قويه جدا يا كابتن. يعني اول ما عملوا القرعه والقرعه قالت اهلي هلال نجم، الناس قالت دي مجموعه الموت، وبالفعل طلعت مجموعه الموت. طبعا بغض النظر عن ان في بلاتينيوم فريق ضعيف، ولكن انت عندك شوف الوضع، انت بكره الجوله الاخيره ما حدش يعرف مين اللي صعد. بلاتينيوم دي خلي بالك كابتن يعني شبه حصلت المجموعه يعني، بس هو للاسف المباراه اللي الاهلي تعادل فيها هي دي اللي كانت عملت التراجع للنادي الاهلي. الاهلي 10 نقاط، النجم الساحلي 9، ايوه الهلال السوداني 9. غدا سيتم حسم بطاقتي الصعود. والله على الرغم ان في حاجه طبعا انا زملكاوي يا كابتن، بس برضه يعني اكيد هفرح للاهلي جدا طبعا، لان نادي مصر عريق انت فاهمني، واكيد هفرح للاهلي يعني اكيد اكيد، واكيد كلنا بنشجع الاهلي، كلنا ورا انديتنا في الخارج، كلنا بنشجع انديتنا، بنتمنى التوفيق غدا ان شاء الله. ان شاء الله. رضا، نادي السكه الحديد في معسكر، وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي، في بلطيم. تمام تمام، فانت عارف احنا لسه بنتكلم على المعسكر، وبيبلغوني بيقولوا لي الكابتن شيكا، فهو ظهر مراقبنا كده في بلطيم. شايفنا كابتن شيكا، السلام عليكم. حبيبي ازيك يا كابتن محمد، عامل ايه اخبارك؟ حبيبي منور الدنيا، وافتقدناك النهارده كابتن شيكا. حبيبي والله كان نفسي اكون موجود. طبعا ببارك لرضا على طلوعه الجميل النهارده. حبيبي كابتن شيكا، حبيبي طبعا. حبيبي انا عارف ان انت مجمع لعيبتك ومجمع القطاع ورئيس القطاع وكابتن حمدي شحاته وكابتن احمد خالد والكابتن احمد عبد العال والكابتن ميمي، كل المدربين الجمال في مدينه بلطيم الجميله في المعسكر الجميل. قول لنا بقى المعسكر، انتوا بداتوا امبارح. الحمد لله، والله احنا سافرنا امبارح، بس اللعبه طبعا انت عارف اللي ده كان اول يوم، فاللعبه كلها جايه مرهقه وجايه تعبانه اثر السفر طبعا، فريحنا امبارح ونزلنا النهارده تمرين الصبح الساعه 10، نزلنا تمرين خفيف كده طبعا، حمل قليل طبعا لان انت فاهم اللي ده اول يوم، وجينا ان شاء الله العصر لعبنا، عملنا تقسيمه كويسه للاعيبه، وعندنا ان شاء الله ماتش ودي بكره، وقبلها عندنا تمرين الساعه 10 الصبح. احنا بنتمنى لك التوفيق يا كابتن شيكا في المعسكر الجميل دوت، ولكن خليك كده كلمنا في عجاله عن مباراه امس، المباراه كانت صعبه جدا امام ابو قير للاسمده. لا الحمد لله طبعا، الناس كلها اللي الناس ما تعرفوش، انا امبارح كنت بلعب فرقه يعتبر من 2004 و2003، ما كانش عندي غير ست لعيبه، اللي هم ست لعيبه رجاله طبعا، هم اللي كانوا موجودين من فرقه 2000، كان عندنا اللعيبه كلها يعتبر فرقه 2000 كلها ما بتجيش عامله اضراب، فانا مش فارقه معايا، احنا كنا بنلعب فرقه كبيره، فرقه كيان امبارح نادي ابو قير وهو المجموعه عندنا، فرقه كويسه جدا، فانا بشكر اللعيبه اللي جات، وبشكر اللعيبه بتاعت 2003 وبتاعت 2004 طبعا، وبشكر طبعا الكابتن حمدي شحاته اللي هو بيدعمنا طبعا، وبقيه المدربين. فامبارح طبعا انت عارف اللي احنا الشوط الاول كنا مسيطرين، عاملين تكتيك كويس. النتيجه كانت 0-0 كابتن. تعادلنا 0-0 الشوط الاول، جينا الشوط الثاني لولا ضربه الجزاء ما كانش النتيجه كده. الحمد لله كابتن، النتيجه تعتبر مش بطاله، نادي ابو قير فريق كبير، بنتمنى لك التوفيق، وقول للحمد شحاته يبطل يهز فيك، انا شايفه من هنا. سلمنا عليه يا كابتن، سلمنا عليهم كلهم. شكرا شكرا. طبعا معسكر نادي السكه الحديد السكندري بينتهزوا فرصه بقى الاجازات، احنا في اجازات نصف العام، اللعيبه ممكن تاخد براحه بقى في المعسكرات، تدريبات على الرمله. شكرا. انت ليه ما رحتش المعسكر؟ والله يا كابتن هو ظروف، وكمان كان عندنا ماتش امبارح، وعشان اجي مع حضرتك النهارده ف للأسف. بس اكيد انت هتطلع المعسكر على طول ان شاء الله، يا النهارده يا بكره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا في فايده كبيره في المعسكر، اكيد طبعا، عاملين مباريات احتكاكات بتغيير جو، اكيد كفايه مدربين يعني، نخبه من المدربين اكيد يعني يا كابتن، بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كابتن احمد عبد العال وكابتن احمد خالد المشرف العام، ناس محترمه وناس جميله. رضا، نادي السكه حديد لسه بنتكلم عليه، مباراه قويه جدا، بيلعب مع فرق كبيره يعني، عند قطاع البراعم بيلعب الاتحاد وسموحه والحرس، حاجه صعبه. البراعم اكيد. انتوا عندكم مباراه قريب في الدوري؟ عندنا انتوا لسه دي تاني مباراه اللي انتوا عطوها في مباراه احنا لسه يا كابتن، عندنا لسه المنتزه، وعندنا بهيج، اللهم صل على النبي،
عندنا منتزه، في فرق كتير، وعندنا سموحه. انتوا لعبتوا ركته وسموحه لسه، والمنتزه جايه لكم. سموحه لسه يعني، انتوا متعادلين مع سموحه في سموحه هناك. طبعا. وطبعا انا عايز اشكر طبعا كابتن كريم العيساوي طبعا لان هو اللي الفضل الكبير ان سموحه تتعادل، كل الشخصيات اللي كانت موجوده في نادي سكه حديد واللي غادرت سكه حديد ناس محترمه طبعاً. بنشكرها ان شاء الله. نخش على طول طبعا على الممتاز بيه طبعا عشان الناس اللي متابعينا بيحبوا يسمعوا واخبار الممتاز بيه. هنبدا على طول بجوله الجوله ال 13 في مجموعه الصعيد. هيكون معانا طبعا الترتيب. عندنا المنيا والالومنيوم انتهت المباراه 2-0، بني سويف وسوهاج 1-0، بترول اسيوط وشبان قنا 2-1 لشبان قنا، الاعلاميين وطهطا 2-1، ديروت والبنك الاهلي 2-0، الفيوم وبني سويف 0-0. شايف الترتيب ازاي يا رضا عندك؟ والله يا كابتن طبعا الفرقه دي كنت اللي هي الاول كنت بلعب فيها، بس طبعا دي فرقتي طبعا وبحبها جدا اللي هي البنك الاهلي. تمام. 28 نقطه. والله الفرقه دي بحبها جدا يعني، وان شاء الله هتصعد يعني ان شاء الله. يعني انت عارف الترتيب معانا المفروض يظهر معانا دلوقتي على الشاشه. الترتيب طبعاً. عندك في المركز الاول البنك الاهلي 28 نقطه، نفس النقاط الالومنيوم حاجه جميله جدا 28، الاثنين بينافسوا كده، بني سويف 27، شبان قنا 23، تليفونات بني سويف 20، الاعلاميين 18، وبترول اسيوط 17. دايما كده بتلاقي اول ثلاث فرق بينافسوا بصعوبه جدا يعني. احنا كنا بنتكلم في بدايه الدور الثاني كان ما فيش غير البنك الاهلي هو اللي شارد لوحده. احنا سعدنا جدا لما لقينا الالومنيوم قرب وبني سويف كمان. جميل قوي لما تلاقي في كل مجموعه ثلاثه او اربعه بينافسوا، بتخلي فيه ايه؟ بتخلي فيه روح كده، روح في المنافسه. طبعا انت عارف المركز الاخير طهطا 4 نقاط، طبعا صعب جدا خلاص ما اعتقدش ان هو يقدر يستمر في الدوري الممتاز به. ديروت 5 نقاط، والفيوم 14، والمنيا 15، وسوهاج طبعا كان بيلعب في الدوري الممتاز من قبل 15 نقطة. ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. ان شاء الله مجموعة كويسة، وفيها على فكرة اندية كانت بتلعب في الدوري الممتاز زي ما قلنا، سوهاج والالومنيوم والمنيا وتليفونات بني سويف والفيوم، دول لعبوا في الدوري الممتاز. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ندخل على طول على المجموعة الثانية، مجموعة القاهرة. هتلاقي سيراميكا والنصر 1-1. طبعا النصر كان في الدوري الممتاز. بتروجيت والداخلية 1-1. الزرقاء وجمهوريه شبين، استطاع نادي الزرقاء ان يتغلب على شبين 1-0. القناه والمريخ 2-1 للمريخ. الترسانه والنجوم 2-2، وكوكا كولا ومنتخب السويس 2-0. الترتيب كده سيراميكا كليوباترا 29، الدخيله 21، الداخليه اسف 21، منتخب السويس 20، بتروجيت 19، القناه 19، النجوم 18، كوكاكولا 17، نادي النصر 16، جمهورية شبين 14، الترسانة 13، وطبعا المريخ 10، والزرقاء 8. طبعا زعلانين عليها جدا يعني. طبعا الزرقاء فريق محترم وان شاء الله برضو ممكن يحاول انه يرجع مرة ثانية للمعمعة. طبعا هنا ايضا نادي سيراميكا بينفرد بالصدارة. طبعا بيحاول الداخلية قرب له شوية، 21 نقطة، فرق 8 نقاط ان شاء الله. ولكن لسه الدوري تاني. لسه الدوري طويل. مجموعة بحري يا رضا، ابو قير للاسمده طبعا يعني حاجه مش محتاجه صعبة كلام. كان لا والكابتن كان موجود الكابتن علاء نوح. طبعا والكابتن احمد الكاس راجع مره اخرى ان شاء الله يرجع بقوه ان شاء الله. النتيجه كانت 0-0 بين المنصوره وابو قير. المنصوره فريق قوي برضه يا كابتن. نادي بلديه المحله والرجاء كانت مباراه قويه جدا، استطاع نادي الرجاء يعني كان بيحاول في المباراه وتقدم، ولكن البلديه استطاع ان يتغلب على الرجاء بهدفين لهدف. بيلا ودمنهور كانت مباراه، بيلا فريق ما نقولش عليه انه فريق في ذيل القاع او في الجدول طبعا. ولكن قدم مباراه قويه ودمنهور تغلب عليه بصعوبه 2-1. الاولمبي بقى مع الكابتن محمد كيتا. طبعا الكابتن محمد كيتا كان ماسك فرق في الخارج، فاستطاع نادي الاولمبي ان يحدث المفاجاه. طبعا دي مفاجاه كانت كبيره لينا، يفوز طبعاً على المتقدم والمتصدر بثلاث اهداف نظيفه. طبعا فاركو فريق قوي كمان يا كابتن، استغربنا كلنا ازاي يعني فاركو تخسر 3-0. بص يا رضا هنكمل حوارنا مع المجموعه وهناخد الكابتن محمد كده، بس هنطلع لفاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل حوارنا مع اللاعب الجميل رضا نصر لاعب السكه الحديد. رضا احنا كنا بنتكلم على الممتاز بيه ومجموعه اسكندريه. احنا بنقول الاولمبي فجر المفاجاه. طبعا تحت قياده الكابتن محمد كيتا ثلاث اهداف نظيفه. الاولمبي مش مفاجاه انه يفوز على فاركو، ولكن هي المفاجاه في التوقيت اللي الاولمبي كان فيه تدهور للنتائج. طبعا يعني بعدين خلي بالك حاجه، في نقطه مش واخد بالك منها، ان فاركو يعني اقوى قطاع ناشئين يعتبر في اسكندريه يعني كفايه الاسم.
اكيد اكيد فرقتين كبار، مريت كفر زيت وديكيرنس 1-0، ديكيرنس الحمام وغزل المحله 0-0. طبعا فاركو في المقدمه ب 26 نقطه، تراجع طبعا بسبب الهزيمه الاخيره من النادي الاولمبي. المحله 25 بيدي بونت. فرصه برضو لغزل المحله ان هو يصعد. احنا عايزين اكتر من فرقه تنافس عشان الدوري يبقى كويس. طبعا. نادي دمنهور في الصوره 24 نقطه، ديكيرنس الحصان الاسود للموسم الثاني على التوالي 21 نقطه، المنصوره 20، الرجاء في المركز السادس 19 نقطه، هتبص تلاقي في الاخر بيلا في المؤخره، مليت كفر زيات مركز ال 11 خمس نقاط، ابو قير موقف لا يحسد عليه قبل الاخير في المركز العاشر 14 نقطه، والاولمبي في المركز التاسع 15 نقطه. الكابتن محمد كيتا جاهز معانا؟ كابتن محمد كيتا المدير الفني للنادي الاولمبي السكندري، السلام عليكم كابتن محمد. السلام عليكم، ازيك يا كابتن محمد؟ ازي صحتك؟ سلام على حياتك وعلى معرفش، معلش انا اسف معرفش مين معايا. معايا لاعب نادي السكه الحديد السكندري رضا نصر. طبعا كابتن رضا، اهلا بيك حبيبي. حبيب. سلام عليكم كابتن محمد. الكل يعلم من هو محمد كيتا بدون القاب، مدرب من المدربين الشباب بالاسكندريه، مدرب مجتهد، كنت تعمل في السعوديه واكثر من فرق في الخارج. الناس قالت لازم ترجع بيتك نادي الاولمبي، ما شاء الله نمسك الخشب، 3 اهداف نظيفه امام نادي فاركو. والله كابتن محمد طبعا بنشكر ربنا على النتيجه بتاعت مباراه فاركو، ولكن انا مبسوط جدا ان حضرتك وانت بتقول انها مفاجاه، انها بس مش مفاجاه ان فاركو يكسب الاولمبي. حضرتك يعني عدلت الكلام، يعني الكلام بشكل كويس محترم. طبعا نادي الاولمبي نادي كبير، لما يعني كل الاحترام لنادي فاركو، ولكن هو الاجواء والوضع اللي في النادي الاولمبي طبعا تبقى مفاجاه في الوقت الحالي نتيجه النتائج السابقه. يعني طبعا يا كابتن محمد احنا لسه بنستعرض، كنا بنستعرض مع بعض وانت موجود معانا على الهواء الجدول، موقف صعب نادي الاولمبي في المركز التاسع. طبعا موقف صعب خاصه في ظل موضوع الخمس فرق اللي هتهبط ديت، لكن ان شاء الله احنا يعني تعهدنا مع اللعيبه من اول ما مسكنا، قعدنا واتكلمنا وتعهدنا ان احنا باذن الله نطلع النادي الاولمبي من الموقف اللي هو فيه ده. والحقيقه يعني عاوز اشيد جدا باللعيبه ورجوليتها وروح القتاليه اللي بيأدوا بيها والوعد او الاتفاق اللي اتفقنا عليه مع اللعيبه. الحمد لله اللعيبه متحمله المسؤوليه وعاوزه تقاتل لحد ما تحط النادي الاولمبي في مكانه. يعني كابتن محمد انت عندك مباراه، المباراه القادمه امتى ومع مين؟ هو طبعا الاسبوع اللي جاي راحه، الثلاث اللي جاي راحه، الثلاث اللي بعده مع نادي دمنهور في دمنهور. دمنهور مباراه صعبه جدا طبعا، مباراه صعبه جدا. طبعا ربنا معاك يا كابتن والله. مفيش مباراه سهله في الدوري، يعني كل المباريات صعبه يعني. بنتمنى لك التوفيق كابتن محمد كيتا، وان شاء الله المباراه القادمه كمره وعدسه الكره في اسبوع هتكون مع النادي الاولمبي وترصد ان شاء الله الانتصارات. شكرا كابتن محمد كيتا. كلمه اخيره كابتن رضا. طبعا بشكر اهلي، طبعا بشكر اهلي تمام، وبشكر طبعا اخويا واخويا الكبير يعتبر كابتن شاهين تمام والله، وبشكر كل من واقف جنبي الفتره اللي فاتت دي كلها. طبعا بنتمنى لك التوفيق كابتن رضا، وان شاء الله نكون معاك في فقره ثانيه. خلصت فقره رضا نصر، هنطلع لتقرير السكه الحديد عشان نستقبل ضيفتنا الجميله سلمى يسري لاعبه كره القدم. نطلع للتقرير. اول ماتش دايما بيبقى مسابقه كانت واقفه، فاول ماتش دايما بيبقى صعب، الملعب صعب بصراحه، يعني الدنيا صعبه بالنسبه لنا، وبعدين عندي غيابات كتير الماتش ده، فالحمد لله اللي احنا كسبنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. احنا بقالنا فتره طويله غياب عن الماتشات بسبب التوقف، الحمد لله اول ماتش لينا على ملعب سيء مع بلاقي فرقه محترمه، الحمد لله على الاداء، راضيين بالاداء اللي احنا عملناه. الحمد لله طبعا حاجه، انا بشكر لعيبتي، لعيبه مميزه جدا طبعا وعلى اعلى مستوى، بس المشكله عندنا اللي احنا ما بنتمرنش، عنده اكتر من 20 لعيب ما بيجوش، كل اللي عندي النهارده كان في الملعب 6 لعيبه مواليد 2000، وعندي 3 لعيبه مواليد 2004 واثنين لعيبه مواليد 2003، وعندي على الدكه 6 لعيبه 2003، فانا بشكرهم طبعا جدا. انا بلعب فرقه ابو قير اول المجموعه، فرقه محترمه جدا، معاها جهاز فني على اعلى مستوى، لعيبه على اعلى مستوى، كان عندنا النهارده لعيب اسمه خالد كان بيلعب معانا الدور الاول والدور الثاني بيلعب معاهم، فاحنا انا بشكر لعيبتي طبعا على المجهود اللي عملوه. والشوط الاول زي ما حضرتك قلتي كان اللياقه واقفه معانا شويه، فعشان كده قفلنا عليهم كويس. جينا الشوط الثاني يعني لولا ضربه الجزاء ما كانش في دخل فينا جوان، بس الحمد لله بشكرهم طبعا.
فالحمد لله رب العالمين. احنا السنه دي عاملين طفره كويسه، عندنا البربر راح الحرس، عندنا ناس راحت ابو قير، عندنا ناس راحت بلديه المحله، عندنا ناس راحت غزل المحله، عندنا ناس راحت سموحه. الحمد لله رب العالمين السنه دي كويسه قوي قوي بالنسبه لنا وعاملين نتائج كويسه. بس انا اضطريت ان انا اعمل كده، نلعب ب 2003 و2004 و2001 عشان ادي الماتش، والماتش جاي في وقت اساسا احنا هنعمل معسكر، فكنا بنعمل معسكر اعداد، فالوقت ان الماتش جه فجاه، فاحنا هنعمل ايه؟ اضطرينا نلعب بالموجود. خاطر الموضوع بدني بس مش اكتر مع اللعيبه، لكن لعيبتنا الشوط الاول عملت ماتش كويس خالص، فك المباراه الحكم بضرب الجزاء الله اعلم بصحتها، بس الحمد لله النتيجه نحمد ربنا الحمد لله. طبعا لما بنلعب فريق كبير، احنا جايين من فتره راحه، كانت امتحانات، الفرقه كانت لسه ما استعدتش. طبعا فريق بحجم ابو قير فريق كبير، الفرقه متجمعه مع بعض بقى لها كام سنه، احنا لسه اول سنه مجمعين الفرقه. فاحنا المباراه كنا عاملين اللي احنا عايزينه في الشوط الاولاني، مقفلين المباراه، بنلعب على قد مجهودنا على قد استطاعتنا، بس الخبره طبعا فرقت في الشوط الثاني. معاكم من داخل ملعب نادي السكه الحديد كابتن محمد صلاح قاسم. بنشكر كل القائمين على هذا التقرير، يمكن كان تقرير لذيذ من مدينه الاسكندريه، الزميله الجميله فاطمه يمكن اول يوم بتشتغل فيها مراسله، بنشكرها. تقرير من نادي السكه الحديد. معانا بقى لاعبه نادي عين السيره، اللاعبه سلمى يسري، هي معانا في فقرتنا الاخيره. اهلا بيك يا سلمى. اهلا بيك يا كابتن، منوره الاستوديو. ربنا يخليك. طبعا احنا خصصنا الفقره ديت ولكن هي ضيقه جدا وقصيره عن منتخب كره القدم للانسات. طبعا عارفين ان منتخب كره القدم للانسات البعثه سافرت لنادي المغرب، لمنتخب هتقابل منتخب المغرب، مباراه صعبه. طبعا احنا اتغلبنا 5-3 في مصر. المباراه هتكون يوم الاحد القادم ان شاء الله. بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر الانسات تحت 20 سنه، تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. شايفه الحظوظ ازاي يا سلمى؟ والله يا كابتن احنا بناتنا كانوا هنا في مصر في الماتش بتاعهم كانوا ممتازين جدا، بس هو كانش في توفيق يعني، بس هو الحمد لله ان شاء الله يقدروا يعوضوا في المغرب يعني. ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. طبعا نفسي كده نلاقي كره القدم الانسات عندنا في مصر بتتفوق، شايفين الكاميرون، شايفين غانا، عندنا منتخبات قويه جدا في افريقيا والمغرب وتونس، ونتمنى ان شاء الله مصر تكون الرائده في كل اللعبات. سلمى انت موجوده في عين السيره بقى الموسم الكام، ولا بقالك قد ايه، ولا لسه؟ لا ده اول سيزون ليا في عين السيره، قبل كده كنت في المعموره، قعدت خمس سنين معاهم في المعموره. بس ده بقى اول سيزون ليا ان شاء الله في عين السيره، وان شاء الله جالي عروض تانية يعني، لسه بنشوف الدنيا ان شاء الله خير. شايفه تطلعاتك بقى، انت بتلعبي في الملعب مركز ايه؟ انا فرود. فرود. شايفه انت نفسك تلعبي فين؟ النادي اللي نفسك تروحي له وانت في السن ده؟ والله هي اي حد بيبقى نفسه يروح وادي دجله. وادي دجله. وادي دجله الصراحه يعني في اهتمام ورعايه. هو طبعا في كل الانديه دلوقتي بقى في اهتمام في الكره النسائيه ملحوظ جدا، يعني اهتمام ملحوظ جدا. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وبنتمنى لك التوفيق يا سلمى. طبعا في عجاله كده قبل ما نختم حلقتنا، طبعا انتوا عارفين ان القسم الثالث مجموعه اسكندريه في مباريات صعبه جدا غدا، هنقولها سريعا كده. رشيد هيقابل مركز شباب الاباري، طبعا نادي رشيد بقياده الكابتن رمضان عرفه والكابتن احمد امين مدير الكوره والكابتن بدوي والكابتن حسن العوني، بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كفر الدوار هتلاعب نهضه العمريه، نادي الترام وسبورتنج القمه الاول والثاني، مباراه صعبه جدا بين الترام وسبورتنج غدا. مركز شباب العبور وكوم حماده، حوش عيسى وبدر، بولين واسكندريه البترول، مياه البحيره وكوم حماده، واخيرا مباراه المعموره وايتاي البرود. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، غدا تكون مباراه قويه جدا. سلمى حابه تقولي ايه في نهايه حلقتنا النهارده؟ والله انا حابه اشكر طبعا الدكتوره سحر عبد الحق والكابتن حسين عبد اللطيف مدير فني منتخب الكره النسائيه، طبعا وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي. بنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى لكل اللاعبات مصر في جميع الانديه منتخب مصر التوفيق ان شاء الله. بنشكرك يا سلمى. طبعا يا جماعه ما ننسوش قبل ما نختم حلقتنا، بنتقدم بالعزاء لكل الرياضيين لوفاه الاستاذ خالد بشاره في حادث اليم صباح هذا اليوم. الاستاذ خالد بشاره رئيس مجلس اداره نادي الجونه، الله يرحمه، يمكن كانت يعني مفاجاه لينا، ولكن هذا قدر الله، البقاء لله. الاستاذ خالد بشاره بننعي كل اسره الرياضيين في مصر، البقاء لله. طبعا يا جماعه حلقتنا على طول بتبقى سريعه، وقتنا بيبقى ضيق، بنتكلم على كل اللعبات وكل الدوريات.
ان شاء الله ان شاء الله الجمعه القادمه بنتمنى لكم انكم تتابعونا بقى، لان احنا هيبقى في مفاجاه من عيار الثقيل في الحلقه القادمه باذن الله في تمام الساعه 6 مساء في قناه الصحه والجمال. السلام عليكم.